عايزين نصل إلى مفهوم لإعلام آمن للطفل، ونحط تحت كلمة آمن دي كم خط كده. بنلاحظ أن برامج المتعلقة بالأطفال في القنوات الفضائية أو في القنوات أو في وسائل الإعلام المحلية قليلة، ولا تتناسب أبدا مع حجم الاهتمام الذي المفروض أن نوليه للطفل وللطفولة. إحنا يعني هنطلق مبادرة صاحب السعادة الطفل. الطفل ده نعمة يعني بيمنحها ربنا سبحانه وتعالى لأي أسرة فيها طفل. طب كيف نصوت هذه النعمة؟ إحنا كإعلام لينا دور مهم جدا جدا. نتذكر زمان كانت برامج قليلة قوي، لكن كانت ماما نجوى ومش يعني كانت برامج كان لها تأثيرها كبير جدا، وكلنا تربينا أو أجيال كتيرة تربت عليها. الآن هذا التأثير مش موجود.